نلتقي في حلقة جديدة من برنامج نجوم بيكا إكزي، وهذه الحلقة سوف تكون مميزة. وكيف لا تكون مميزة؟ لأننا لن نستضيف نجم النجوم بيكا إكزي، بل سوف نستضيف رئيس نجوم بيكا إكزي وهو الأدمن. طبعا لدينا العديد من الأسئلة التي سوف نطرحها على الأدمن، وهيا بنا نرحب بالأدمن. نتشرف باستضافة مدير اللعبة، والكل يتساءل كيف أتتكم فكرة تصميم اللعبة؟ بيكا إكس دي على الكثير من التحديثات، ما هو أكثر تحديث قد أعجبك؟ رائع. والسؤال اللي بعده، واللي هو: اللعبة مشهورة في العالم العربي، لكن للأسف اللغة العربية غير مستخدمة فيها، هل يمكن أن تضاف في المستقبل؟ يبدو أن هناك العديد من الألعاب التي تنافس لعبة بيكا إكس دي، كيف سوف تتعامل مع هذه المنافسة؟ ما هي الصعوبات التي واجهتها في تصميم اللعبة؟ كلمة PKXD. وفي الأخير كلمة للجمهور. ولقد كان لقاء شيقا، واتمنى ان المتابعين استفادوا من هذه الاسئلة. ومع السلامة، نلتقي مع نجم اخر.